امال فين ايمان؟ احنا كنا عايزين نعزيها. تعبانه قوي، مش قادره تخرج من اوضتها. ربنا يصبرها، الصدمه كانت كبيره. الله يرحمها يا رب ويصبرك يا ايمان يا بنتي. ليه كده يا معتز؟ ليه سبتنا انا وملك لمين؟ هنعمل ايه من غيرك؟ روحي بتتسحب مني، عايزه اشوفك تاني، عايزه احضنك، عايزه اشتكي لك منك. بحبك قوي يا معتز، توحشني قوي. الله يرحمك يا حبيبي. مش كده، قومي يا حبيبتي، الناس عايزين يعزوكي بره. مش عايزه يا ماما، مش عايزه اشوفها. بوسي ايدك، والله ما قادره يا ماما. والنبي يا ماما، والنبي يا ماما. قال لله يا فندم. حياتك يا بايز. نقيب محمد الهلالي يا اخويا. بقى في حياتك يا فندم. حياتك يا بايز، اتفضل. يا ترى نقدر نعزي مدام ايمان؟ ايمان منهاره من ساعة اللي حصل. قافلة عليها اوضتها ومش بتطلع خالص. خدت حقنة مهدية ومفيش فايدة. كل ما ادخل عليها الاقيها ماسكة صورته وبتكلم. ربنا يصبرك يا ايمان. ربنا يصبرنا كلنا. هي دي بنت معتز مش كده؟ ايوه، اتيتمت بدري. انا اسف، والله العظيم اسف، مع اني عارف يا بنتي ان اسف مش هيفيدك. متاكد انك لما تكبري وتعرفي ان انا كنت السبب في حرمانك من ابوكي هتلعنيني الف مره. مش بقيت تفكري تقتليني، هيبقى عندك حق، نستاهل اكتر من كده. حسام، حسام، انا بقول يلا بينا، يلا يلا. معلش انا اسف يا فندم، ويا ريت تنقلي تعزينا لمدام ايمان. معلش بقى في حياتك مره تانيه. شكرا. المعتز ومنيرة فين يا عفيفة؟ أنا أقول لك أنا يا حاج، أصل بصراحة بقى معتز كده جم امبارح بالليل يا حاج عشان يطمنوا عليك، بس أنت كنت نايم. وبعدين يا حاج ما أنت عارف شغلهم بيبقى الصبح. يعني هم بخير؟ اطمن، بخير، المهم أنت تطلع لنا بالسلام. طب أنا هطلع من هنا إمتى بقى؟ منير بيقول الدكتور طمنه وبيقول احتمال تطلع بكرة. منير ما تجيبليش سيرته، يا ريتني ما خلفته ولا شفته ولا عرفته. الواحد لو كان ربى كلب كان طمر فيه. ايه ده يا حسام؟ ايه ده يا حبيبي؟ ما تعملش في نفسك كده، الاعمار بيد الله، ومعتز عمره انتهى لحد كده. انا اللي قتلته يا ماما. ما تقولش كده يا حبيبي، قتلته ازاي بس؟ أنا لا بخرف ولا بقول كلام فاضي. معتز حاول يمنعني من قتل منصور البطاش،
زقيته بعيد عني وقع من على الجبل مات، يعني قتلته ورملت مراته ويتمت بنته. بس اكيد ما تقصدش يا حسام، اكيد النتيجة واحدة، مات مات. يا ابني يا حبيبي، ربنا رب قلوب، ربنا رب نيات، وبين عارف نيتك كويس قوي. وبعدين معتز ده مش كان صاحبك وحبيبك؟ يعني اكيد ربنا هيسامحك. ليه؟ ليه يا رب كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. اللهم الاعتراض، اللهم الاعتراض. سلمى راحت هي واللي في بطنها بسببي، ومعتز صاحبي واخويا راح برضه بسببي. اهدى يا حبيبي اهدى. ليه؟ اهدى يا حبيبي. ليه؟ اهدى يا حبيبي اهدى. اهدى ما تعملش في نفسك كده، اهدى. اهدى ازاي بس يا عم؟ الله يرحمك يا معتز. الله يرحم. الله يرحمه ويرحمنا جميعا. لا 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 ما تعملش في نفسك كده يا حسين عشان خاطر. لا يا حبيبي. ما تعملش في نفسك كده بقى. ما تعملش في نفسك. ماشي في نفسك كده يا حبيبي. هتجنن يا أمي. معلش يا حبيبي معلش. تعالي إيمان، عاملة إيه دلوقتي يا ماما؟ إيمان تعبانة قوي يا عمر، صعبان علي، الصدمة مخليها منهارة. طب أنا أقوم ألبس واجيلكوا حالا. لا أوعى تيجي، ما تسيبش البيت للبت الرقاصة اللي هناك دي، لا تغير الكالون تستولى على الشقة وإحنا ناقصين. حاضر يا ماما، خلي بالك من نفسك ومن إيمان لغاية ما نتقابل. باي. جوز اختك مات، احنا بقى قاعدين هنا بنهبب ايه؟ مش المفروض نبقى جنبها في ظروف زي دي ونعزيها؟ ايمان تعبانه قوي يا لولا، شكلنا كده هنأجل العزا كام يوم لغايه ما تقوم بالسلامه. ان شاء الله تقوم بالسلامه. واحد اتنين تلاتة. ايوه بس كده في وش الباب، وممكن ياخدوا رطوبي ويستهوا. خلينا هناك كده. سبعة آلاف سبعمية اتنين وستين وربع، فاضل لنا كام كده على 20,000 كده؟ يبقى فاضل كام يد يا ابو الكوامل؟ كده يبقى فاضل 12,238 الا ربع. هانت والله هانت وبانت يد يا ابو الكوامل. بكره يكملوا 20,000 وتروح ايطاليا بقى وتتمتع، بدل ما اني قاعد متعاص وعايش في الجل الكبيره دي. والنبي انا خساره في البلد، بس انا لازم اوفر كل قرش اتحصل عليه حتى لو هموت من جوع. ايوه بس انا جعان. حلو الارنب دي، تعالى يا ولي ريجي جري عليك. طب اكله ولا بيعه؟ وانا هتحير ليه؟ انا اكل واحد وابيع واحد. ما تبصليش كده اهو، انا مش بزركوا، انا باخد حقي من اخويا طاهر الاكلتي.